انصان الخطوة يصل اليوم لمدينة وهران بعد بدايته في تونس في العاصمة التونسية تونس يوم 20-21 أبريل. التقنا الجزائر العاصمة يوم 20-25 أبريل، واليوم رانا في وهران لمدة يومين 27-28 أبريل إن شاء الله. الهدف من الصالون هو نفسه منذ 13 طبعة، هذه طبعة 13 إن شاء الله، هو توجيه الشباب، مساعدتهم على بناء مستقبل، مساعدتهم على بناء خطة دراسية، بناء مشروع مهني سواء في المقاولاتية أو في يعني في الكارير العادية تاعهم. حاضرين معنا مجموعة من المدارس، جامعات جزائرية ودولية، مدارس خاصة، مدارس عليا وطنية. حاضرين معنا كذلك بعض المؤسسات الناشئة، بعض المشاريع كذلك طلابية في مجال المقاولاتية، بالإضافة إلى كل برامج الدعم المقدمة من طرف الدولة الجزائرية للشباب في مجال المقاولاتية أو في مجال التشغيل.